أجمل الصباحات عليكم مشاهدينا وين ما تكونون، يا رب يكون يومكم جميل وإن شاء الله كل أيامكم جميلة، خاصة بأجواء الربيع اللي إحنا صراحة هي قليلة فلازم نستمتع بيها قدر الإمكان. صباح الخير. يسعد صباحك بلال، وصباح الخير مشاهدينا، نتمنى لكم بداية يوم حلوة وموفقة مثل ما عودناكم. لازم نبتدي صباحكم بآخر وأهم الأخبار، بعدكم خبر. نبدأ من أبرز الأخبار، حيث أعلنت اللجنة النيابية المالية أنه مسودة قانون الموازنة ستصل البرلمان الأسبوع المقبل، مبينة أنها تحتاج لمدة ما بين شهر إلى 45 يوم حتى عرضها للتصويت. نعم، وأشارت اللجنة المالية أيضا إلى أن سعر النفط سيعتمد في الموازنة ب 65 دولارا للبرميل الواحد، مؤكدة عدم وجود درجات وظيفية في الموازنة، إنما هناك حذف واستحداث وتثبيت عقود ومحاضرين. وفي سياق ذي صلة وفي قضية بيع الدولار، أعلن مصرف الرشيد عن استمراره ببيع الدولار للمسافرين في العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة. بيان للمصرف دعا المسافرين كافة إلى مراجعة الفروع خلال 24 ساعة من وقت السفر ليتسنى له إكمال الإجراءات من دون تأخير. من جانب آخر، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن حاجة العراق إلى قرابة 3 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن، بالإضافة إلى إجراءات الدولة الأخيرة بتمليك المواطنين الأراضي الزراعية. نعم، وذكرت الوزارة أن هذا العدد يعتبر حاجة آنية، إلا أن هناك حاجة سنوية بسبب النمو على المدى البعيد، لأن هناك زيادة بالحاجة لتلك الوحدات بنحو 150 ألف وحدة نتيجة النمو السكاني، كون المجتمع العراقي من المجتمعات الشابة. أخيرا، أعلن السفير العراقي في أنقرة ماجد الجماوي عن إعادة 82 عراقي عبر رحلتين بريتين إلى البلاد، وهم من العوائل المتضررة نتيجة الزلزال المدمر اللي ضرب تركيا وسوريا خلال الأيام الماضية. الجماوي قال أيضا إن الرحلة الأولى كانت من مركز الإيواء في أنقرة، على متنها نحو 20 مواطنا عراقيا تم إجلاؤهم من مناطق الزلازل، والثانية من محافظة أضنة على متنها نحو 62 مواطنا عراقيا بعد إصدار جوازات العبور لهم. مشاهدينا، الآن نروح نشوف وياكم شنو أخبار الطقس والحالة الجوية اليوم الثلاثاء. مشاهدينا، من توقعات درجات الحرارة إلى حركة المرور في شوارع العاصمة بغداد لصباح هذا اليوم.
طبعا قبل تقريبا شهر أعلنت الحكومة عن افتتاح سريع الدورة اليوسفية اللي يربط مدخل العاصمة بغداد الجنوبي بالمركز وصولا إلى مخارجها الثلاثة، واعتبرت مديرية المرور العامة أنه هذا الخط السريع ضمن الإجراءات الخاصة بفك الاختناقات المرورية، لكن هناك بعض التفاصيل اللي تحتاج إلى توضيح للمواطن. لذلك راح نروح وياكم إلى الطريق السريع الجديد برفقة العميد بمديرية المرور محمد الزيدي. اليوم احنا على تقاطع مهم جدا وهو المصافي، مدخل طريق بغداد الدورة اليوسفية السريع اللي يجهل طبعا خلفي جسر الطابقين. هذا من هنا جسر الطابقين السير القادم طبعا بتقاطع المصافي، بعد تقاطع المصافي دايركت راح يكون الطريق الجديد هو طريق بغداد اليوسفية مباشرة. احنا خلفي راح يصير يمكن 200 متر اني اسلك الطريق باتجاه طريق بغداد اليوسفية. هذا التقاطع يميناً باتجاه كلية دجلة والدورة ويساراً باتجاه الجمعية. هذا الطريق يبدأ ومهم جداً حتى يعرف المشاهد الكريم بعد تقاطع المصافي ب 200 متر احنا متوقفين الآن. كثير ما يعرف، كثير ما عنده معلومات على هذا الطريق. اليوم هذا الطريق يعني أني في بداية الطريق يعني تشوفون الطريق خلفي، هذا الصعدة هي من جسر بغداد الكبير اللي جايمين من بغداد الجديدة، تقاطع المعسكر، سينما بغداد الجديدة. يعني حتى أوضح للمشاهد الكريم هناك صعدة هذه تصعد إلى تقاطع المصافي ومن ثم يرجع إلى هذا المكان اللي إحنا بيه. الاستدار طبعا هذا النزول منا، يعني اللي ما يريد يروح هذا النزول إخواني ينزل على جسر بغداد الكبير، يعني دايركت اللي ما يريد يروح باتجاه الطريق السريع اللي وضحناه. أكيد بعد هذا الطريق هناك مصعد أيضا إلى هالنبي الكرخ. الكرخ هذا هو صعدة الكرخ إخواني، تلاحظون إحنا متوقفين في صعدة أيضا مهمة جدا، يجي من خلينا نقول مفرق الدورة ويصعد باتجاه جسر بغداد الكبير ومن ثم يمين يصعد على الطريق الجديد. هذا الطريق إخواني حتى يبين وواضح لكل المشاهدين مسافته 13 كيلو دايركت يذبك في اليوسفية. بعد ما ممكن أنا اليوم أهلي في مدينة الصدر أو بغداد الجديدة أو المشتل أو حتى بالجنوب أروح على أم الطبول. انتهى إخواني، هذا طريق سريع رائع جدا. هذا هو المدخل مالته، أنا اليوم بالمدخل اللي وضحت جسر بغداد الكبير. إخواني حتى المحافظات اللي ما يندل اليوم، إحنا اليوم يمكن هذا التقرير هو خارطة الطريق لك، تصعد من جسر بغداد الكبير يمينا وبعد تقاطع المصافي 200 متر انت دايركت تتجه باتجاه الطريق 13 كيلو الى اليوسفية. بس ملاحظة جدا مهمة للاخوان في امارة بغداد، يخلو هذا الطريق من اثاث وتأثيث الطريق العلامات. اليوم اني هسه متوقف وتلاحظون يجهل السائق اني يمينا وين اروح ويسارا الا اذا عنده معلومات، بس هو دايركت يبدأ من تقاطع المصافي ب 200 متر وتشوفون دورية لرجال المرور موجودين إخوانكم. هذه طبعا دائما رجال المرور هم يأشر إلى اللوريات أولا ما تتحرك وكذلك باتجاه طريق اليوسفية 13 كيلو يختصر الطريق لكل المحافظات الجنوبية ولكل أهلنا في مدينة الصدر والمناطق شرق بغداد. ما يخالف انت تحسب حساب، هذا طريق سريع جديد، يعني حتى يكون المشاهدين الكرام هذا الطريق منع بمرور اللوريات والشاحنات طبعا 5 طن فما فوق يمنع بمروره بهذا الطريق. مهم جدا اخواني للحفاظ على اولا سلامة الطريق ومستخدم الطريق حتى يمنع. ولاحظتوا رجل مرور احنا خالين دراجة، بس أنا أتمنى اليوم حتى أكد على الأخوان في أمارة بغداد المفروض أن تكون قطعة حتى يعرف السائق ممنوع مرور اللوريات، وقطعة تكون ليش إحنا السائق اليوم يوقف وخطورة على حياة
منتسب المرور. احنا في بداية السريع الدورة الأسفية، اليوم نحتاج إلى تأثيث الشارع. تأثيث الشارع مهم بالعلامات والإشارات، طبعا علامات المرور، حتى نعرف أنه هذا الطريق الدولي، طبعا دولي لأنه تلاحظون أكثر من 4 سايدات ومخطط، ونحتاج دائما أن يكون هذا الطريق خالي من اللوريات. اللوريات تأثر على حركة السير والمرور. يفتقر إلى نقطة مهمة وهي العلامات المرورية. هنستمر وياكم ورح تشوفون أكيد نهاية الطريق. خلفي إخواني هذا السير القادم من ديوانية، الحلة، بابل، بصرة الحبيبة، دايركت من أوصل إلى الصعدة. طبعا قبل الصعدة إخواني حتى يكون واضح لكل المشاهدين، بعد علوة الجنوب يعني النموذجية ب200 متر هذه هي الصعدة باتجاه طريق الدورة اليوسفية. كل أهلنا اليوم من تجي لا تطلع للأمام وتروح السيطرة 75، أصبح هذا بخبر كان يعني بالنسبة خاصة لأهلنا الطيبين في شرق بغداد، مدينة الصدر، بغداد جديدة وكل مناطق مركز بغداد الرصافة. دايركت هذا 12 كيلو إلى تقاطع المصافي، ولأهمية هذا التقاطع اليوم أني نزلت في صعدة بداية الطريق بعد ما شفنا بدايته من جهة جسر الطابقة. نعم، شكرا جزيلا اكيد للعميد محمد الزيدي على كل هذه صراحه يعني الاخبار الحلوه. احنا سعيدين جدا بكل الاشياء اللي ممكن انه هي تكون صراحه بخدمه الشوارع والمواطنين. بالتالي مشاهدينا باقين مكملين وياكم، راح اروح الى فاصل نرجع لكم. نجاح الشباب لا يكون بالحصول على وظيفة حكومية، بالعكس النجاح الحقيقي تحقق عندما تصنع مشروع خاص بيك يكون مربح. وأغلب أثرياء العالم والمشاهير حققوا هذا الثراء من عمل خاص فقط. فكر شلون يستثمر طاقته حتى ينجح، مو شرط أنه يصنع مشروع كبير بالبداية، لا حتى لو يبدي بشيء بسيط يناسب مهاراته. منصة مهن، أول تجربة في العراق لربط الشباب الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص، أطلقتها وزارة العمل لتوفير ما يحتاجه من عمالة ماهرة ومتنوعة لتشجيع وتنشيط سوق العمل. الحديث عن منصة مهن وشنو اللي توفره من وظائف أو فرص عمل، أرحب بالأستاذ عباس فاضل، معاون مدير عام دائرة التدريب العمل والتدريب المهني في وزارة العمل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. صعب اسمها دائرتك، دائرة العمل والتدريب المهني. لا بالعكس حلو، بس يعني واحد من يسمع أنه أكو هيك اهتمام. نعم، المشكلة هي وين؟ إحنا سمعنا سابقا، نعم، هواية سمعنا عن هاي التفاصيل وما شفنا، بس بقينا على السمع. هسه اليوم شنو اللي يختلف؟ هاي الدائرة شنو اللي راح تقدمه للشباب؟ تمام، بداية تحية لحضرتك وللست وإلى قناتكم الكريمة وإلى السادة المشاهدين. عملت وزارة العمل من خلال دائرة العمل والتدريب المهني يعني منذ أكثر من 15 شهر بالتعاون مع المنظمات الدولية، منظمة جي آيزت ومنظمة آيماب، لإعداد هذه المنصة. والحمد لله تم إعداد المنصة وتم اكتمال كل الأمور اللوجستية وتم إطلاق المنصة من قبل السيد وزير العمل الأستاذ أحمد الأسدي المحترم بتاريخ 1/3، وكانت هذه المنصة بإشراف مباشر من قبل السيد المدير العام الأستاذ رائد جبار. والحمد لله تم إطلاق هذه المنصة، ويعني احنا اطلقناها بتاريخ 1/3، وحاليا التقديم وصل العدد إلى أكثر من 5000
متقدم على هذه المنصة. المنصة نتكلم عنها، عن تفاصيل هذه المنصة. هذه المنصة هي تعتبر التجربة الأولى في العراق اللي تربط العامل مع صاحب العمل. يعني حاليا بالإمكان أي صاحب عمل عنده فرص عمل متوفرة يعرض هذه الفرص على المنصة، والعامل أيضا يكون تسجيله مباشر عبر هذه المنصة، ويكون التواصل مباشرة من قبل العامل وصاحب العمل. أي صاحب عمل قصدك؟ جميع أصحاب العمل العاملين في سوق العمل، جميع أصحاب المشاريع. أي صاحب مشروع عنده فرص عمل شاغرة يريدها بالإمكان يقدمها. من اللي ينسق؟ أكو منصة ثابتة، هاي منصة ثابتة تسمح لكل أصحاب العمل بالدخول لهذه المنصة والتسجيل. يعني هو لينكدين بالضبط. بالضبط بالضبط، وهذا متاح للجميع. يعني بالإمكان أي شخص باحث عن العمل بالإمكان هو يدخل على هذه المنصة ويسوي سيرش على الدرجات الشاغرة، عفوا الوظائف الشاغرة. وإحنا ندعو يعني من خلال قناتكم الكريمة جميع الشبابنا الباحثين عن العمل إلى تحديث بياناتهم من خلال هذه المنصة والتسجيل إلى هذه المنصة. وأيضا ندعو جميع أصحاب العمل إلى نشر كل الوظائف الشاغرة خلال المنصة لتسهيل الربط بين العمل وصاحب العمل. نعم، على ذكر تسهيل الربط، شنو طبيعة الاتفاق اللي صار بين الجهة الحكومية أو الوزارة مع القطاع الخاص، أصحاب الشركات اللي هم راح يعرضون فرص العمل؟ شنو مدى المصداقية؟ أكو معايير اليوم لقبول أصحاب الشركات اللي راح يعرضون الفرص العمل؟ طبعا احنا في فترة الإعداد كان لأصحاب العمل دور مهم يعني في هذه المنصة، كان لهم مشاركة من خلال تبسيط الإجراءات بهذا الموضوع. نعم. وهي حتكون هاي المنصة بإشراف وزارة العمل، وتكون المصداقية بها 100%، لأن حتكون بشكل مباشر بدون تدخل، وهذه الشفافية راح تكون واضحة أمام الجميع. فيعني صاحب العمل مباشرة هو يدخل على اللينك يسجل معلوماته، والعامل أيضا يدخل بشكل مباشر. والعامل شنو اللي راح يحصله من هذا الموضوع؟ العامل أكيد راح يحصل على فرصة العمل بشفافية. لا يعني هو يعني راح يتعلموه شيء مهنة معينة؟ هسه أجيك أنا إن شاء الله أوضح لك أكثر. قلت لك إحنا العامل، إحنا الهمنا هو توجه الحكومة وتوجه دولة الرئيس من خلال البرنامج الحكومي هي لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. هذه المنصة راح ليش يراجع الباحث عن العمل إلى وزارة أو يراجع إلى أصحاب المشاريع؟ فبالإمكان هو قاعد في مكانه من خلال التطبيق اللي موجود عن طريق الهاتف يدخل إلى هذه المنصة يعني رصد مثلا المهنة اللي تفيده. من خلال هذه المنصة أيضا أي باحث عن العمل بالإمكان يبني قدراته أو يطور مهاراته من خلال مراكز التدريب اللي موجودة عندنا. مثل شنو مراكز التدريب؟ عندنا 37 مركز في بغداد بمختلف المهن اللي موجودة في سوق العمل. يدخل هذه المهن، هذه الدورات تقدم مجانية، يدخل دورات يقدم أونلاين، يراجع الوزارة يدخل بهذه الدورة. ما بعد اجتيازه الدورة عندنا برنامج هو برنامج حاضنات الأعمال. إذا كمل مدورة وعدة فد مشروع ابتكاري يدخل على قسم حاضنات الأعمال. أيضا نقدم له دورات بمهارات الحياة، كيف تأسس مشروعك، كيف يبدي مشروع، شنو المعوقات اللي هاي كلها من ضمن الدورة. راح نطي احنا العفو قرض، مبلغ القرض يصل إلى 20 مليون، وراح يكون الوزارة داعمة إلى لمدة سنة لتذليل جميع المواقع. على ذكر القرض، يعني يمكن هسه المشاهد يسمع كلمة قرض أكيد راح يقول المقابل وش قد السنوات وهواي تفاصيل تدخل بموضوع القرض، فخلينا نوضح بس هذه النقطة يمكن للشباب إذا عندهم أي استفسار بخصوصها. يعني قصدك بالقروض اللي تمنح؟ القروض تمنح بدون فوائد وتزيدها سنوياً. وقلت لك مثل ما قلت لك هاي الوزارة راح تكون متابعة لبرنامج حاضر لمدة سنة. نعم. طبعا هناك رؤية مستقبلية إن شاء الله، يعني أكو بزيادة سقف المبلغ يصل إلى 50 مليون للبرنامج حاضنات الأعمال. نعم. أكو مشكلة، إحنا مرينا بهاي التجربة قبل يعني قريب بالوقت القريب الماضي وفشلت عند ما صارت قروض للمشاريع. المصارف الأهلية أو ما أعرف إحنا شلون نسميها، يعني أنت يمكن سامع به هذا الموضوع، ما حد استلم من الشباب. إحنا وزارة راحت الفلوس، وطبعا بالتقارير اللي تقدم للبنك المركزي للمصدر يعني تقدم أنه تلكؤ بالتسديد وهذه الأعذار اللي معروفة، وراحت تقريبا كانت مخصصة أكثر من 20 مليون دولار لكل مصرف. احنا وزارة العمل تمنح القروض من خلال صندوق دعم المشاريع الصغيرة،
وما لنا علاقة بالمصارف. يعني بس يكون عن التقديم أحسنت، يكون التقديم عبر منصة للقروض، والوزارة الوزارة هي المعنية بكل التفاصيل. برنامج صندوق الإقراض هو مدعوم من قبل الحكومة، تعمل على احنا المبالغ المستردة من المستفيدين، نطلق وجبات مستمرة، وحاليا هي اطلقنا تقريبا أربعة، يعني نتمنى ما تمر بهاي التجربة، 34 وجبة بموجب 5000 قرض لكل وجبة، وهاي احنا مثلا تقدر تراجع انت وتعمل بكل شفافية يعني عبر منصة، وحتى الأسماء اللي تطلع في خوارزميات يعني بدون تدخل أي شخص. هذا اللي صراحة يمكن أغلب الشباب يطمحون إليه، أنه كل بس راح يوقعون بمشكلة الكفيل. بس مو هي تعرف انت هاي ضوابط، هاي اموال دوله لازم تحفظ. نعم. الاموال لازم. كيف نحفظها؟ طبعا. اكيد من خلال الكفيل. من خلال الكفيل. نعم، خلينا نتحدث عن الاعمار اللي هي مسموح لها انه تسجل بالمنصه، وانه خلص تقدر انه هي تستفيد من فرص العمل. الاعمار وايضا الدرجات الدراسيه، المستويات الدراسيه عفوا، يعني اذا كان خريج اعداديه او بكالوريوس، شنو التفاصيل هذا الموضوع؟ المنصة متاحة لكل شخص قادر على العمل. احنا قانون العمل المادة 7 من قانون العمل اجازة عدم عمالة الاطفال. نعم. يعني دون سن ال 15 لا يجوز العمل، ومن سن ال 15 الى 18 هذا عمل. نعم. حدث يعمل لكن بالاعمال غير شاقة، وباقي اللي متاحة للجميع يقدر يقدم بمختلف التحصيل الدراسي اللي عنده. ايوه عمل بالنهاية اي شخص قادر على العمل بالامكان. يعني ما وضعتوا انتم معايا، يعني هذا اللي اردت اعرف. لا هو قانون العمل واضح، دون سن العمل ما مسموح للعمل كعمالة اطفال. اي عامل قادر على العمل يقدر. نعم. يسجل عبر المنصة. نعم ممتاز. اكو تجارب احنا بالدول القريبه شفنا يعني ايش تجارب، هسه احنا يجوز تجربتنا جديده، بعدها يحتاج لها يجوز وقت يعني حتى تنضج اكثر وتصير نتائجها اكبر. اكو تخطيط مستقبلي لهذه التجربه بحيث يكون مثل تجارب البلدان اللي من خلالها صح بلشت بهذه الطريقه، بس من خلالها صارت بها مشاريع تصدر لبقيه البلدان، واليوم احنا كعراق يعني نستورد من هاي المشاريع اللي كانت صغيرة. أحسنت. صارت وصلت يعني. أحسنت. هي طبعا منصة مهن أعدت من قبل خبراء دوليين، وهي تجربة أكيد من التجارب اللي ناجحة اعتمدناها احنا وتم تطبيق هذه المنصة. أكيد للرؤية الاستراتيجية للمنصة بالمستقبل راح تكون بها أفق واسعة أكثر، حيصير بها ربط أكثر مع الجهات المعنية. تعرفي يا احنا برنامج جديد يحتاج إلى وقت لكي صح ينضج أكثر. أكو شيء صار على واقع؟ هي منصة أطلقت 1/3، قلت لك قدموا أكثر من 5000 باحث عن العمل. أكيد إحنا راح تكون بمتابعة، إحنا الوزارة راح تكون بمتابعة لهذا الموضوع، وإن شاء الله إحنا نتأمل خير. وقلت لك أنا أكرر مرة ثانية أدعو شبابنا التسجيل عبر المنصة وتحديث بياناتهم، وأيضا أصحاب العمل التسجيل عبر المنصة. نعم، راح تصير أكو ممكن إعلانات أو مثل ما نقول حملة توعية وتعريف للشباب، ممكن داخل الجامعات، ممكن أيضا حتى داخل بعض الشركات المهمة والكبيرة بالعاصمة بغداد، ولا ننسى المحافظات أيضا. احنا أوجه السيد الوزير المحترم يعني بإشراف مباشر قلتش من قبل السيد المدير العام من خلال اللجان التفتيشية اللي عندنا اللي موجوده في بغداد والمحافظات، اللي يزور المواقع في سوق العمل راح تقدم بروشورات وكتيبات الى اصحاب العمل لغرض توعيتهم بهذا المجال. اضافه الى عندنا احنا من خلال صفحه الوزاره وصفحه دائره العمل والتدريب المهني هناك فيديو توعوي على هذه المنصه. ممتاز. نعم. كلش ممتاز. طبعا احنا نتمنى انه نوصل لنتائج مثمره ان شاء الله. يعني صراحه الشباب هم يعني الشباب اليوم محتاجين ثقة بالبلد وبالوزارات والمؤسسات الحكومية، محتاجين ترجع هذه الثقة اللي هي صراحة شبه معدومة عند الشباب. يقول لك يا معود الدولة كل شيء ما تسوي لنا، هذه المشاريع كلها شفناها جربنا. انت تدري بهذا الموضوع يعني قبل ترى بوزارة العمل صارت دورات ونجارة وموجودة لحد الان ومتاحة امام الجميع لحد الان، بس يعني هم ما شافوا بها فائدة، لانه يقول لك انا اروح دورة وبعدين ارجع اقعد بالبيت، انا اريد الناس توصلني للعمل. البرنامج الحكومي حقيقة الحكومي هو الهدف هو توفير فرص عمل للشباب وتشغيل الشباب، وهذا ما نطمح اليه، وان شاء الله احنا يعني نوعد الشباب ان شاء الله القادم خير وافضل ان شاء الله. كلش نشكرك.
وفرحتنا الاولى انه معاون مدير عام شاب على الاقل. الله يسلمك. الله يحفظك ويخليك. عمره بعده ما شاء الله. يسلمك يا حبيبي. يعني تعودنا بس الشياب ان شاء الله بهاي الدرجات الوظيفيه. البركه في الجميع ان شاء الله. احنا سعدنا امل انه ما دام اكو شباب اكو دائما. ان شاء الله ان شاء الله. هاي تاج للشياب. شكرا جزيلا لك، شكرا لتواجدك اليوم. شكرا جزيلا. مشاهدينا اكيد احنا نتمنى كل التوفيق لكل الشباب اللي راح يكونون متواجدين على هذه المنصة ويحصلون على فرص عمل تليق بهم. باقين ومكملين وياكم، راح نروح إلى فاصل ونرجع لكم. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى تواصل، راح نشوف شنو الأخبار والفيديوهات اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. في أول أخبار تواصل لهذا اليوم، احتفل الفنان العراقي سيف نبيل بعيد ميلاده، وذلك خلال إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت، وأقام حفلا شارك فيه نجوم عدة من الفن العربي. طبعا أظهر مقطع فيديو متداول مشاركة الفنانة سيرين عبد النور وزوجها مع سيف نبيل بحفل ميلاده بأجواء ليلية جميلة. خلينا نشوف الفيديو. انتظر جواب ما جاي، جاني وياني علي راح وخلاني وصل. انتظر جواب ما جاي، جاني وياني علي راح وخلاني. علق الفنان اللبناني وائل كفوري للمرة الأولى على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول زواجه من حبيبته الأولى المغربية ماجدة اليموس، وقال على هامش حفل فني أقامه برفقة نوال الزغبي: قالوا أني تزوجت لكن الحقيقة أنني لم أتزوج. عن الأعمال القادمة قال الفنان اللبناني: حضر لي أغنية جديدة، ولكن تعلمون أنه التحضير لأغنية يحتاج إلى وقت طويل، ولكن أحضر لأغنية فرح وبها غراميات ورومانسية. وكانت ماجدة قد ظهرت مؤخرا برفقة كفوري في أكثر من حفل غنائي لتعيد إلى الأذهان قصة حبها اللي انتهت قبل 19 عاما. ذعر زوجان كنديان من احتمال وجود لص في منزلهما، وذلك بعد عادتهما من رحلة تسوق ليجدوا أحدى نوافذ المنزل مكسورة، ليتبين لاحقا أن اللص هو غزال. طبعا الغزال سبب بدمار أجزاء من البيت، وعقب الحادثة جاء ابن الزوجين إلى المنزل مع صديق للمساعدة في إخراج الحيوان من المنزل، ونشر مقطع فيديو. خلينا نشوف هذا الفيديو. When I come in and see the deer, it was over in the corner by the stove. طبعا مواجهة أكيد تكون مثل هذه الحوادث والمواقف أكيد تحتاج يعني فعلا لياقة حقيقية وبدنية وقوة جسمانية لصد اللصوص إذا كانت حيوانات أو حتى بشر، خاصة وإحنا نشوف بالوقت الحالي كثير يمكن تتكرر هذه المواقف، وممكن صراحة إحنا نشوفها فقط على الإنترنت بس هي فعلا موجودة على أرض الواقع، وأكيد تكون هذه دائما الفيديوهات هي ماخذ الترند و تأخذ حيز من المتابعين ومستخدمي السوشيال ميديا. إذن مشاهدينا بعد ما يعني تعرفنا على أخبار السوشيال ميديا وأهم العناوين الموجودة،
طبعا بالمناسبة يوم أمس حصل العراق على الوسام الفضي في بطولة آسيا لجودو الصم، حيث تمكن لاعب منتخبنا الوطني للصم حسين نصر علي من إحراز الوسام الفضي بوزن 100 كيلوغرام في بطولة آسيا مثل ما نشوف بالصور. طبعا هذه البطولة هي في عاصمة قرغستان، واحنا نبارك لهذا الإنجاز وللاعب البطل حسين نصر، ونتمنى أنه يدعم من قبل المؤسسات المعنية بهكذا بطولات أو هكذا رياضات. نعم مشاهدينا، من هذا الخبر إلى خبر مختلف تماما، وأكيد عدنا فقرة حلوة ومهمة أقويانا. مشاهدينا، الحساسية الجلدية نوع من أنواع التحسس في جسم الإنسان، غالبا ما تظهر على الجسم على شكل حبوب أو بقع من الإحمرار، وكثير من تلك الأنواع تكون موسمية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وقرب دخول فصل الصيف. ومن أبرز المسببات للحساسية الجلدية هي التعرض لأشعة الشمس القوية، وأيضا تناول بعض الأطعمة والأغذية اللي ممكن أن تساهم بتهيج الجلد بإيعاز من الجهاز المناعي. لذلك حتى نتعرف أكثر شلون نقي الجلد من الحساسية والتحسس، نرحب بضيفنا المختص بالأمراض الجلدية والتجميل دكتور علي السندي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا دكتور، صباح الخير عليكم. صباح الخير أستاذ بلال وعلى كادر قناة يو تي في المبدعين. أهلا وسهلا بك دكتور. الصيف يعني هو صراحة يريد يدخل لنا، بس ما أدري ساعة هيج وساعة هيج. بس عموما العناية بالجلد والوقاية من أشعة الشمس هي مطلوبة بالشتاء والصيف، خلينا نوضح أول شيء هذه الفكرة. تمام، طبعا هي بصورة عامة، شكرا على الاستضافة. الموضوع جدا مهم لأن يعني فئات كثيرة من الناس، رجال نساء مختلف الفئات العمرية، وماك واحد بينا يمكن حتى المتابعين يشاهدونه ما صاب فترة من حياته اللي نسميه احنا تحت شعار تحسس جلدي. حقيقة موضوع الحساسية الجلدية هي موضوع شمولي عام، يعني أغلب المراجعين اليوم إذا يمكن تتصل بأقاربها، تقصد صيدلية، طبيب، ما تقدر توصف المصطلحات الطبية أستاذ بلال. تجي تقول له عندي حساسية، صار عندي تحسس، صار عندي تحسس بوجهي، تلقين هواية أمراض تندرج تحت هذا الاسم، بس لأن الناس ما تقدر تستعمل المصطلحات الطبية بوضوح تستعمل اسم الحساسية الجلدية. هنا يجي دور طبيب الجلدية والطب بأن يفصل هذه الكلمة ويتحرى الأسباب والأمراض اللي تندرج تحت هذا الاسم حتى يعالجها بصورة صحيحة. بس أكو مشكلة هنا. نعم. ما أعرف هي ثقافة المجتمع أو استسهال الموضوع. أنتوا عندكم أصلاً مشكلة من الكوزمتيك. حقيقة كلش واردة. نعم. هاي شلون يعني شلون تيجوكم ورا ما تصير مشكلة أكبر، ورا ما يروحون يسوون الكوارث البنات؟ صح. طبعاً يعني أقصد خاصة 24 ساعة بالكوزمتيك، هذا الكريم يسوي هيك، هذا الكريم يسوي ما أعرف شنو، بعدين يلا تجيك. تمام. هنا شلون أنت يعني تتعامل وياها وشنو تقول للناس يعني؟ طبعاً ستا يمكن تضحك، أنت تقريباً وقعت على العلة أستاذ بلال. يعني الأمراض الجلدية إيش قد ما الناس يعتقدوها موضوعها سهل وبسيط، وهي حباية وحط لها كريم وبلا ما أروح طبيب ولا غيره. دائماً الناس يعتبرون زيارة الطبيب أو زيارة الطبيب الجلدية هي آخر حلقة. أول شيء أتصل بصديقتي، جيراني، خالتي، فلان شيء، انه شنو طلع لي هيك حبوب، شو اجرب عليه هسه بالجديد، تكتب بالستوري عافيه، تدي الانترنت عافيه منو يعرف. المشكله هذه التشعبات وهذا اللجوء للجوجل، الجوجل مو طبيب، الجوجل حينطيك شرح طويل ويخليك تحت تجارب، تبدي تجرب كريمات وعلاجات وتشتري وتدفع فلوس طبعا، وبالنهايه ممكن تغير صوره المرض. دكتور حتى الجوجل يقول بنهايه الشرح انه يفضل استشاره الطبيب. والله صحيح، يفضل زياره طبيب جلديه، لانه ممكن انت تطور لي المرض بل وتغير صورته. دائما يجون المراجعين نعتبر احنا الحلقه الاخيره، جرب الوصفات والاقارب وغيرها وزار الصيدليات. مع احترامنا للصيادله، بس لازم يكون الطبيب هو الخطوه رقم واحد في حال انه استدعت الحاله. يعني احنا ما نقول مثلا اذا طلعت شويه احمرار بالبشره ممكن نستعمل الواقي الترطيب، بس من تكون هاي الامراض والمشاكل الجلديه لا،
التشخيص راح يحطك بالمكان الصحيح وراح يقتصر لك وقت وحتى المبلغ اللي تدفع للعلاج، لأن يعني ممكن أنت تغير طبيعة الحالة، ممكن تفاقم المرض، والموضوع هو أصلاً بسيط من البداية. فمثل ما بدينا الموضوع أنه هو الطفح لازم، أو الحساسية الجلدية مثل ما سمينا موضوع الحلقة اليوم، لازم نشخصها طبياً ونحطها بتصنيفها وتشخيصها الصحيح بالاعتماد على الأعراض والأنواع اللي اليوم حنتطرق لها. هذه الحساسية اللي أنت ذكرتها هي تختلف عن الحساسية الموسمية اللي ممكن أغلب الأشخاص هم يعرفون أنهم ما راح يتعرضون لها. نعم صحيح، هي إحنا هسه خلينا نبدي نتطرق الأنواع اللي موجودة تحت شعار الحساسية الجلدية اللي هي من يزورونا اليوم بالعيادات يقول دكتور عندي حساسية جلدية اليوم، حتى حب الشباب أستاذ بلال أكو ناس ما يعرفون هذا حب شباب مثلاً، يجي يقول لي صار عندي تحسس هاي الحبوب وإذا بها حب الشباب. فشوف المصطلح إيش قد عام تحت أمراض كثيرة. واحدة من أمراض الحساسية الجلدية اللي هي شائعة جدا واللي تصيبنا صيفا وشتاء تحت موضوع الموسمية هي الأكزيما. الأكزيما الجلدية هي مرض من أمراض الحساسية. قبل ما ندخل بالأمراض احنا خلينا نعرف هو شنو الحساسية بصورة عامة. هي رد فعل للجسم ومناعات ودفاعات الجسم على مؤثر غريب. اليوم أنا تعرضت للشمس، حرارة، عامل نفسي، مكياج، خلطة غلط، دواء غلط، جسمي رفض. هي إشارة بالتالي بالضبط جسمي رفض هذا المؤثر سواء خارجي أو داخلي وطلعت بصيغة صفات ظاهرية على جلدي. هذه تحت اسم الحساسية. هسه نجي نصنف هذه المواد والأمراض والتعرضات والمؤثرات شنو هي وشلون نتجنبها وشلون نعالجها إن حصلت. واحدة من أمراض الحساسية هي الأكزيما الجلدية. طبعاً الأكزيما مرض واسع جداً ولازم يمكن حلقات حتى نتطرق لتصنيفه، بس بصورة عامة هي بأنواع كثيرة. منها الأكزيما واحدة من التصنيفات على أساس الموقع، أكزيما فروة الرأس، أكزيما اليدين لربات البيوت اللي يستعملون المساحيق ومواد التنظيف بصورة متكررة، أكزيما الوجه اللي يتعرضون الشمس بقوة أو يتعرضون المكياج مستمر أو مواد كيميائية، الأكزيما المائية، الأكزيما الشمسية مثل ما قلنا. وممكن تكون يعني التصنيف مالته اعتماداً على الفترات، قد تكون بسيطة. أنا اليوم تعرضت لوحدة من المواد الكيميائية تحسست فترة أيام بسيطة أقل من أسبوعين وراحت، هاي حالة حادة. بس الاستمرار المستمر للتعرض للمادة وأني مدى أحمي نفسي منها، مثل خلينا نقول عمال البناء، طبعا تحياتنا لكل العمال بمختلف مجالات العمل، الاستمرار التعرض لهاي المواد الكيميائيه لفترات طويله يقول انا ما اقدر اتجنبها بدون الوقايه. احنا دائما نقول ربات البيوت، عمال البناء، لبسوا الكفوف والمواد اللي تحميكم من التعرض المستمر لهاي المواد الكيميائيه، لان بالاستمرار انه الجسم يرفضها بالبدايه سوى حبوب بسيطه وبثور واحمرار وحكه، تبدي تتحول الى مرض مزمن. تبدي تشوفون اغلب ربات البيوت تقولها شوف ايدك تلقين هاي الخطوط التشققات اللي صارت وجفاف وتصبغ بالمنطقه، تحول الموضوع الى مزمن. فهذه هي واحده من الامراض اللي حكيناها اللي هي الاكزيما اللي هي رد فعل على مؤثرات داخليه قد تكون وخارجيه ايضا. نعم، على ذكر التحسس ايضا هواي ناس يمكن ايضا هي ما تقدر تميز إذا هذه كانت أكزيما وإذا هذا كان تحسس، لو هي شيء صارت تعاني من عنده. نعم. تحديداً أنا أتحدث عن النساء، لأن بالتالي استخدام المستمر للمستحضرات إذا كانت التطريب، إحنا ما نتحدث فقط عن البشرة والوجه، نتحدث أيضاً حتى عن الجسم أيضاً. صح. فخلي بس نوضح هذه التفاصيل إنه مو شرط تحسس إنك أنت تعانين من شيء. نعم طبعا احنا نقدر نصنف الصفات الظاهريه البسيطه اللي يقدر اي انسان يشوفها على نفسه وتكون هي مدعاه انه يراجع طبيب الجلديه. اهم اعراض الاكزيما واحنا نقول من الاعراض الشائعه بالاكزيما هي الحكه، المنطقه تصير بها طفح احمراري بسيط، نلقى حبوب بثور بسيطه تصير بالمنطقه وتصير حكه بالمكان. تشوفين مرات واحد تعرض لمادة كيميائية غريبة، حتى العطر مرات واحد رش عطر تحسس منه حسب تحسس الإنسان بالضبط. إيه؟ حسب يعني شوف ايش قد تصنفت المواد الكيميائية، كلنا نتعرض لها يوميا، احنا نتعرض عطور، ميك اب، شمس،
مواد مساحيق التنظيف وغيرها، ممكن مرة من المرات الملابس الصوف وغيرها الملابس الصناعية فعلا. مرات أكو ناس تشوفين لبست طلعت حبوب بالمنطقة، صارت حكة بالمنطقة. حتى الإكسسوار أحيانا بالضبط صحيح يعني حتى المعادن مثل ما طرق أستاذ بلال، فهذه المواد الجسم حيرفضها بصيغة هذه الصفات الظاهرية على سطح الجسم. دكتور مهم أنه الشخص يسوي دائما تحليل للتحسس حتى يعرف هل هو هذا كافي في حال سواه أساسا؟ نعم طبعا إذا كانت الحالة حادة بسيطة استوها صايرة، يعني أنا اليوم خلينا نقول مثلا أنا استعملت واحدة من مساحيق التنظيف وصارت عندي حساسية بيدي، هيك حالة حادة بداياتها احنا نسميها الحادة اللي هي خلال أول أسبوعين من الموضوع، ماكو داعي أسوي تحليل لأن الموضوع واضح أنه أنا استعملت هاي المادة صار عندي تحسس. مجرد هي مواد يعني ما يعني مجهولة، مو مواد بالضبط. مثلا الأدوية أو صحيح حتى واحد بالضبط أستاذ بلال، فأني مجرد أتجنب هذه المادة أعالج الأعراض اللي صارت عندي بهذه الفترة تختفي الحالة. بس هنا نعم بس هنا حكينا بتفاصيل مهمة، بس أكو في التفصيلة أريد أعرفها من حضرتك، أكو أشياء أو حالات نعم. ممكن هي شكلاً يستهين بيها المريض بس هي واقعاً ممكن تتطور، أكو هيك أشياء؟ بالفعل يعني مثالاً الأكزيما خلينا نقول بصورة عامة نعم. أو الحساس هذا الطفح الإحمراري وهاي البثور هي تندرج تحتها فد أمراض عديدة، يعني ممكن تكون نفس شكل الأكزيما قد تكون مرض التهابي مثلا طفيليات او فطريات، قد تكون الصدفيه، قد تكون امراض ثانيه. نفس العلاج اللي انا استعمله للاكزيما اللي هي واحده من مستحضرات البسيطه مستحضرات الكورتيزون، اذا حطيتها على طفح بفطريات خطا ظنا مني انه هي اكزيما راح تتنام وتتكاثر بصوره فظيعه. فشوف هو نفس المرض شكله احمرار، يعني إذا أجيب لك شكل مظهر الفطريات يمكن إذا نبحث عليه اليوم المتابعين بالجوجل هسه يبحث على شكله نرجع للجوجل تشوف نفسه احمرار وشوية قشور بسيطة نفس المظهر. زين يعني إذا هيك هاي خطورة المواد، ليش وزارة الصحة على الأشياء اللي يحاسبون هم على كل منتج يدخل الجسم؟ نعم صح؟ صح لازم بيه موافقات ولازم بيه شروط ولازم بيه ولازم ينباع بالصيدلية ولازم هاي التفاصيل كلها. بالضبط. ليش ماكو شروط على الأشياء اللي تخص البشرة وكأنه البشرة فتشي يعني عادي يعني مو فد مشكلة يعني. تمام طبعا هي بصورة عامة احنا دائما نقول انه صحة وسلامة الناس إلها نقاط حتى تحطها بجانب أو بحقل من السلامة العامة. نعم. رقم واحد الجهات الرقابية. نعم الجهات الرقابية على طول بحملات ودورات على الصيدليات على العيادات حتى تحط المواد الصحيحة تحت مندرج أنه الطبيب المختص يوصف. بس هي تنباع بالكوزمتك. هذا صحيح. بس احنا بنفس الوقت هذه البرامج التوعوية من قنواتكم دائما نحاول نوصل الرسالة للطرف المستلم المستخدم اللي هو المواطنين أنه أنا لا بس أجي أنتظر الجهة الرقابية تقول لي لا تستخدم هذا، لا أنا بنفس الوقت هذه المسجات اليومية توصلني هاي الرسائل الطبية المعلومات خلي أنا هم أدور على صحتي. يعني أنا ما كل يوم أجي أسمع لقاء أستاذ بلال دي يقول الخلطات والتجارب وكيت إلى أن انتظر قالها يلا أتجنبها، لا أنا هذه التجربة على صحتي وسلامتي ماكو داعي أجربها، أنا من البداية أقطع هذه السلسلة وأروح بصورة صحيحة، صار عندي مرض معين أتوجه للمنطقة المختصة حتى أعالجه وأقطع سلسلة نعم. العلاج من دكتور البداية. مع الحديث اللي ذكرناه ومع أنواع التحسس ومسببات التحسس اللي تحدثنا بها، عندنا شيء آخر همينة هو أحد مسببات التحسس، أول شيء هو التعرض للليزر من بعض السيدات أيضا، بالتالي هو صار يمكن البعض يعتبره هو ضرورة وفعلا هو أثبت صراحة جدارته ونجاحه، وأيضا الحقن ممكن تكون نوعية من الأبر اللي تخص ممكن النظارة وغيرها والفيلر والبوتوكس، تصير هذه هواية أيضا ناس تتحسس من عندها. شنو الأشياء اللي لازم أني كمراجعة أعرفها في حال رحت للطبيب أو لمهندس الليزر؟ روح الطبيب ما تصير عندك مشكلة بصورة عامة. هاي أول شيء إذا كان أكو إشراف طبي على الموضوع مو إلا الطبيب هو اللي يسوي حيسوي جلسات الليزر بس ضمن حدود الطبيب ضمن حدوده إشراف طبي.
نفس جهاز الليزر. يمكن احنا بالفتره السابقه كنا طلعنا ايضا حلقه بدنا نحكي عن تقنيات الليزر المختلفه، لان اسم الليزر هو اسم كبير عام تحت استخدامات واجهزه كثيره. من اساس اللي تطرقت الى ستايه ليزر ازاله الشعر بمختلف انواعه، ليزر ازاله التصبغات، الوحمات، ليزر النظاره، التقشير وغيره. نفس هذا الجهاز اللي بيه هاي الفوائد الطبيه اذا استخدمته بمدخلات باراميتر، تشوفين من تقعدين يم الجهاز اكو ارقام موجوده بالشاشه، هذه الارقام اذا انطيتها بطاقات مو صحيحه ممكن تحترق المنطقه او يصير يصيبها احمرار عالي او التهاب عالي. ندخل تحسس، خلينا نسميه التحسس الجلدي، اللي احنا بالعكس احنا جايين على ابواب مناسبه، جايين نسوي تغيير نزيل شعر، لا طلعنا بالتهابات وحروق. نفس الحالة المواد المستخدمة، احنا يمكن بداية الحلقة قلنا اسم الحساسية الجلدية هو معناه رفض الجسم أو رد فعل الجسم على مادة غريبة دخلته. فالمواد المحقونة، الفيلر، البوتوكس، الميزوثيرابي، غيرها، كل هذه الأنواع إذا كانت بمواد غير صحية، إذا كانت بمواد رديئة إكسباير أو غيرها، لا ممكن نفس المواد اللي حتفيد الجسم يبدي يرفضها، يبدي يسوي تفاعل التهابي، تبدي الخلايا الدفاعية والمناعية تهاجمها. تشوفون يمكن اليوم بالفيديوهات مختلف الحالات اللي تطلع بسبب حقن خاطئ أو مواد غير جيدة، الالتهابات وغيرها. يعني ذاك قبل كم يوم شفنا واحدة من الحالات ست آية. يعني هسا احنا طبعا هم نعتب على بعض الناس اللي هيك يخلون صحتهم وسلامتهم هيك بكل سهولة يسلموها. مسوين واحدة من طرق توريد الوجنات هاي البارحة، يعني آخر صدمة تفاجأت بها. شنو تجيب ميك اب احمرار تحطه على الوجنات وتجي بالدرمابن تسويه حتى تثبته على الوجه، يصير الوجه احمر وعلى اساس الخدود مورده وحمراء. واذا بها تدخل الجسم بحاله التهابيه عنيفه، تتخيل ذرات وحبوب المكياج شلون التاتو تجي بالابر تدخله جوا الجلد. زين انت من توصل لهيج مرحله انه هيك مستهين ببشرتك، وطبعا للاسف هذا يسموه بيرمننت تاتو، يعني تاتو دائمي، يعني هاي الحاله اللي هي ما كلفتها يمكن خمس دقائق حتبقى تعاني منها طول عمرها. ايش قد باقي؟ 40 50 سنه كلها حيبقى يوميا، كل ما تصبح بالمرايه حتلقاها بسبب حركه ما طولت منها خمس دقائق. منو اخترع هيك شيء يعني؟ الجهات الغير مختصه، من انت اليوم تسلم نفسك بأي اختصاص، أنا ما أحكي بس عن الطب، الشخص غير أنت اليوم دا تبني بيت رحت على شخص مو هذا اختصاص، لازم تطلع هيجي أخطاء. فإحنا دائما هي هاي البرامج التوعوية، البرامج الطبية والمواقع أيضا فعلاً دور الإنترنت قد ما يكون سلاح مفيد ويوجه معلومات طبية. لأن أنا شفت هذه الحالة، شفتها على صراحة خبيرة، يعني هي تعتبر عالمية بدون ذكر أسماء، شفت هي منزلة بصفحتها وجهتها جدا، يعني هواي بنات يتابعوها، بس يمكن اشتغلتها بشغل صراحة يمكن عند خبيرة أو يمكن عند شخص آخر، مو بنية مسويتها بالبيت هي. هذه الفكرة. بس السؤال شنو دكتور؟ السؤال إنه ضروري الشخص يعرف هو من شنو عنده تحسس؟ نعم. أي شخص بينا هسه ممكن حتى لو من الأكل. فعلا طبعا هنا نجي يمكن احنا ذكرنا كم مرض مرورا بالامراض اللي تنترج تحت اسم الحساسيه الجلديه، نوصل لوحده من الامراض يسموها مرض الشري. الشري الجلدي شنو فكرته؟ طبعا يمكن الناس اكو سامعين به اكو لا. ببساطه ماده تدخل داخل الجسم، الجسم يرفضها من خلال خلايا مناعيه تفرز ماده اسمها الهستامين. هذه الماده قد تكون ادويه، ياما تشوفون اطفال اكل دواء معين، انضرب ابره معين، الجسم كله صار به طفح احمراري، طلعت بنسلين اكو عندهم حساسيه. بالضبط، عفي عليك، انه هذه الحساسيه نسميها من البنسلين. يا يوم تزور طبيب يقول لك عندك حساسيه من البنسلين لو لا، الى اخره. فادويه، اكلات، تشوفون اكو بعض الناس عنده حساسيه من الحنطه، من السمك، من الحليب، من المكسرات، احنا نسميها حتى من البحر اكو فعلا من الاسماك. فهذه المواد الغريبة الكثيرة اللي قد تكون أدوية، مواد كيميائية، أكلات وغيرها، الجسم من تدخله يبدي يفرز مادة اسمها الهستامين ستاية. هذه الهستامين وحدة من أعراضها أنه تخلي الشعيرات اللي تحت الجلد يصير بها نضح. هذا النضح السوائل وين يتركز؟ يتركز تحت الجلد، فتشوفين المناطق ورمت، احمرت وصارت حكة عنيفة بالمنطقة إلى أن تخرج هذه المادة من الجسم. اسم هذا المرض العام شري. الناس ما راح يقدرون يقولون شري وغيرها، حيقول لك صار عندي تحسس جلدي. زين. من شنو؟ من شيء تحت علامة استفهام. إذا هذا الشيء اكتشفناه ست آية، يعني احنا كنا بطور بسيط بالبداية، ماكو داعي نسوي تحاليل، لأن أنا اليوم أكلت خلينا نقول مثلا سمك
طبعا الثقافه مال السمك وحليب لبني يسوي فلان امراض، هاي الثقافه غير صحيحه. يعني هاي ما تصير هيك امراض، بس ممكن الحليب. السمك وحليب، سمك ولبن يسوي بهاق، هاي وحده من الامر المعلومات العصبيه، لازم وياها عصبيه. هي طبعا يمكن من العامل النفسي، لا السمك العلاقه ولا هي العصبيه. فعلا فعلا، يعني طبعا العامل النفسي الى امراض كثيره يسببها. اليوم يمكن حتى الحبوب البسيطه، واحد نام ضايج قاعد لقى حبايه بوجه، فنفس الحركه. فعموما هي هاي النقاط، انه اني صارت عندي تحسس من ماده بسيطه بالبدايات، خلاص ماكو داعي انه اسوي تحليل، اني اكلت فلان ماده تحسست منها. بس الموضوع إذا كان مزمن، أنا كل فترة يطلع لي هذا الطفح الاحمراري، مدى أعرف هذا من شمس، من عطر، من أكلة، من دواء، هنا يجي دور الفحص الحساسية. طبعاً فحوصات عديدة، بعضها فحص يسموه باتش تيست، يسووا على الجلد ما الظهر، يعرضوا المواد كيميائية متنوعة، شوية من هذا، شوية من هذا، شوية من هذا، ويقروها بعد فترة من الزمن، يلقون هاي المادة لا ما عندها حساسية، هاي المادة حساسية بسيطة، هاي المادة حساسية متقدمة، كذلك بالدم. وينطوه جدول يقولوا له يابا انت بدل ما هيجي الموضوع عندك مبهم، مدى تعرف من شنو تتحسس، هذا الجدول اقراه، انت عندك من الحليب تمام امورك، من السمك لا كلش حساسيه قويه، من فلان دواء. ودائما من تمشي بحياتك دا تاكل تروح الطبيب دا يوصف لك ادويه، هذا الجدول وياك حتى تعرف الممنوعات وتعرف شنو اللي حيسبب لك هذه الحساسيه اللي اسمها الشري او لا. لان الموضوع من يكون مزمن حتى ياثر على العامل النفسي، بل وبالعكس العامل النفسي قد يعيد الحساسية الجلدية بقوة من جديد. فهنا يجي دور الفحص الحساسية. الحساسية نعم. بلال يعني دائما صراحة ينصح هوايل إنه شخص لازم يراجع طبيب، فقط يراجع طبيب. فهذا هو أعرف يعني الطبيب أعرف، هذا اللي لازم صراحة كل الناس تعرفه. طبيب مختص يعني. وإحنا حتى بالبرنامج دائما نقول إنه توجهوا للطبيب دائما. هذا وارد جدا ستاع، يعني يمكن اليوم احنا بحكم المتابعه الشديده لقناتكم انه تلقين وحده هسه من الناس قاعده مقرره هسه بهاللحظه قد تحصل عندها حبايه بوجهها، مقرره هسه يخلص البرنامج تقوم تحط فد شيء تجريبي. انا صراحه قد تكون هاي الرساله هاي مشكله من خطر. انا بحكم علاقتي بالاطباء اشوف يجوهم حالات يقول لي الطبيب والله لو مثلا جايتني قبل لا تاخذ هذا الكريم او قبل هذا المنتج كان حليتها بسرعه. فعلا. بس هي راحت سوت مشكله اكبر، يعني هاي مشكله. ليش يعني احنا نروح هيك؟ وليش احنا نستهزئ ببشرتنا؟ يعني كلش طبيعي نستخدم لها اي شيء. فلانه قالت هذا يبيض، هذا مدري شنو. ومو بس هاي استاذ بلال، يعني تدري اكو اوقات انا اسميها الاوقات الحرجه، او شايف بمباراه كره القدم اخر شوط، هذا الشوط الذهبي الناري اللي هي سيد مقبل على مثلا زواج باقي لها اسبوع. هذا الاسبوع دائما ما اعرف ليش شكو تجارب، شكو خلطات تجيب هذا الاسبوع. يعني اكو واحد يشتري كريم اسمه توشه وتونه ما ادري ما اعرف، تجي بهذا الاسبوع. اكو واحد يخلي بشرته وتجي بهذا الاسبوع شكو تجارب من اقارب ومن غيرها، تجي تسوي وتطلع المشاكل وهي باقي لها يومين على الزواج. هي هذه المشكله. تعال دكتور حلي مشكلتك. وتعال دكتور حليها بيومين. دكتور علي السندي شكرا جزيلا لك، صراحه المعلومات حلوه، وصراحه يمكن تكون ساهمنا على الاقل بمساهمه بالمعلومات المفيده للناس. شكرا. بالضبط. شكرا جزيلا. يعني صراحة مشاهدينا المجازفة بما يخص صحة الجلد، يعني هذه السالفة هي طريقها مسدود، يعني لازم تلجؤون للطبيب بكل الأشياء اللي أنتم صراحة تريدون تسووها أو تتأكدون من عندها. مشاهدينا باقيين ومكملين وياكم، خلونا نروح نشوف اليوم نبأ الفارس شنو محضرت لنا بما يخص العناية بالنباتات. مرحبا مشاهدينا، اليوم رح نحكي عن نبات معروف وشائع بالبيوت العراقية وهو نبات الصبار. هذا النبات يعتبر من نباتات الزينة اللي يعيش داخل البيت أو خارجه. معظم هذه النباتات تعيش بالمناطق الصحراوية ويوصل إلى ارتفاعات جدا عالية، والطيور الصحراوية تتخذ ملجأ لها من المخاطر. أما صباريات الزينة اللي تعيش داخل البيت أو بالحدائق فيكون شكلها هي طبعاً تكون هذا الساق مالتها،
وتكون هذه الأشواك هي الأوراق مال هذا النبات. طبعاً هذه الأشواك هي اللي تحمي النبات وتقلل أشعة الشمس عليه، وتحتوي على مادة شمعية على الساق. هاي المادة تساعدها أنه في حال صارت أمطار، في حال كان أنه مي غزير عليها، تساعدها على التقليل إلى دخول المي إلها. معظم الصباريات تحتوي على أزهار مثل ما تشوفون هنا قدامكم. الجذور مال هذه النباتات تكون جذور خفيفة، فكلش تنتبه إلها في حال ننقلها لغير سندانة أو نغير التربة مالتها. العناية بهذا النبات عناية جداً خلينا نقول سهلة، لأن هو من النباتات اللي يتحمل العطش وجفاف التربة، خاصة أجواء العراق هي من الأجواء المفضلة عنده لأنه الشمس والجفاف، فكلش راح تناسبه هاي البيئة. بس أكو أشياء لازم ننتبه لها. أول شغلة هي السقي. هذا النبات ما يحب السقي الهواية وما يحب المي الهواية، لأنه الساق مالته هو يخزن به المياه باعتبار هو مخزن. ففي حال أنه سقيناه مي كلش هواية، الساق راح يبدي ينتفخ ويخزن مي هواية ويبدي يتعفن. فممكن نسقيه كل أسبوعين أو حسب البيئة اللي هو عايش بيها. يعني مثلا اذا داخل البيت، اذا البيت مو كلش حاره، فممكن احتمال كل شهر احنا نسقي، لانه مثل ما قلت لكم هو يخزن المياه. اما التربه فهذا النبات يعيش بتربه جيده التصريف مثل البتموس. بالنسبه للاضاءه هو يحتاج الى اضاءه ساطعه، فممكن نخليه قريب يم الشباك، او اذا خارج المنزل فممكن يكون بمناطق الظل. هاي تنتبهون عليها لانه الصبار ما يتحمل شمس مباشره، فنخليه بمنطقه الظل افضل. اما التكاثر فهو يتكاثر عن طريق البذور او عن طريق النموات. مثل ما تشوفون هنا هذا نمو جديد، فممكن نقطعه من النبات الام وراسا نغرسه بالتربه وراح يكون لنا نبات جديد. اكو شغله عن هذا النبات، واللي هي هذا النبات معروف عنه او معتقد عنه انه هو نبات يجيب الطاقه السلبيه، فدائما شي يقولون انه خلوه خارج البيت مو داخل البيت. هذا المعتقد هو خرافه، ماكو هيك شيء. بالعكس الصباريات هي من النباتات اللي تنقي الجو واللي تنطي طاقه كلش حلوه للبيت، فكلش انصحكم انه تربوها داخل البيت بس تكون قريبه من يم الشباك. ولهنا وصلنا لختام فقرتنا لهذا اليوم عن نبات الصبار. خلونا نرجع للاستوديو. طبعا بالمناسبة الشهر الثالث احنا بيه هو شهر يعني للزراعة، وكلش يعني الاجواء تساعد. بلال انا عبالي راح تقول احنا بشهر الثالث، شهر الثالث اغلبه مناسبات. بس هو ملائم للزرع، يعني مو الناس تريد مثلا تشتري شتلات تحول زرع من مكان الى اخر. الشهر الثالث كله مناسبات، بايام المرأة، عيد الام. المرأة هي بكل شهر، كل شهر عندها عيد. ما ادري شنو القصة، الرجل خطيه ما عنده ولا عيد. ونوروز وراح يصير رمضان، ويعني ما ادري هذا الشهر حافل جدا. اي محضره نفسك انت؟ انا عيد ميلادي بهذا الشهر، فمحضره نفسي بكلهم. انا والله عندي مشكله بالعيد ميلاد، يعني هوايه اعياد ميلاد كلش هوايه ومستمره، يعني كونتينيو ماكو، لازم كل شهر لازم تتفق ويا شخص يزودك. هسه ذاك الشهر تمام شوكت صدق تمام، يعني شهر الواحد ما صار كم يوم انا من جايب التمام ساعه ب1000 دولار. اوف زين هسه شو اسوي؟ لا ترى عيد ميلاده بشهر الواحد، خاف انت جايب فيها متاخر شهرين. ها اوكي هاي ظل مستمر والله. زين انت من يجيب لك هدايا بلال؟ ماكو، انا بس يقول لي مبروك كل عام وانت بخير وهذا، او ممكن معايد على الستوري. هسه هاي كلها سهله، اما عندنا يعني بصراحه تحضيرات لكل الكادر، لكل الكادر ولكل الموجودين تحضيرات لاحمد. احمد اي راح يتزوج ويريد هدايا. اي بس الهديه هذه منو كانت؟ بس خلينا نرجع تمام. قبل احمد تمام، هسه محضر لاحمد هادي، لانه احنا كلنا راح نحضر. والطريقه بالهدايا بالمناسبه هسه الطريقه تغيرت بالهدايا، بعد ماكو واحد بكيفه يجيب هديه. صحيح خاصة لازم يصير اتفاق. الشخص اللي يريد يتزوج يشوف حاجته شنو، شنو محتاج، مثلا غساله. والحلو انه الشخص الفلاني هو يطلب، يعني بدون خجل يقول اني محتاج فلان شيء. عملي عملي بالضبط. والموضوع يصير شو اسمه، والافضل فلوس بالضبط، حتى هو يروح يشتري الشيء اللي عجبه، اللون اللي عجبه،
يصير يعني شيء وهم لازم يصير اتفاق عليها انه ايش قد المبلغ، واذا كان عراقي لو دولار، واذا عراقي ويا سعر صرف راح يصير. هو هذا الافضل. بالضبط. احمد اطمن، هداياك موجوده وان شاء الله يعني الاثاث مال البيت كله حيكون من كادر القناه ولكل من كل العاملين بالقناه. مشاهدينا احنا باقيين ومكملين وياكم بهذه سيره الهدايا، راح نروح الى فاصل ونرجع لكم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، باقيين ومكملين وياكم. راح نروح نشوف شنو عندنا اليوم بفقره رياضه. اكيد صباحكم لازم يذكركم دائما باهميه الرياضه. صباح الخير مشاهدي قناه يو تي في، اليوم وياكم بالفقره الرياضيه الصباحيه. كابتن عبد الله مدرب لياقه بدنيه، اليوم راح نشتغل على تمارين بودي ويت اللي تعتمد بشكل كبير على وزن الجسم. راح نبلش اول شيء تمارين الاحماء من اجل نتجنب الإصابات. يلا شباب نبلش حركة بسيطة من رجل. كل تمرين حمار راح ناخذه مدة 30 ثانية إلى 20 ثانية مستمرة من أجل تهيئة الجسم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سيدر جينا شباب ناخذ وضعية التخصر. أبقوا حركة جانبية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أسد رجلية أتهيئ بشكل كامل جامن جاك. حركة كاملة باليد والذراع. أبقوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خذوا ضيق شباب وحرك ايدي للامام. up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عكس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انزل المس القدم. up ناخذ تمارين الاستطالة من اجل تجنب الاصابات. 1 2 3 سوا شباب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 راح نبلش بالادوات البسيطة اللي تعتمد على تمارين بدن الجسم بشكل كبير. راح ناخذ اول تمرين اللي هو جي تي او. ثبت شباب. جو 1 فوق 2. كل تمرين راح ناخذه مجرد 10 ريبس 10 عدات. 4 5 6 7 8 9 راح ناخذ الكتر بول يا شباب مع بعض. 3 2 1 جو اب 1 10 ريبس شباب. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شغلنا العضله الاماميه للكتف. هسه راح نشتغل على التمارين عضلت الرجل. اب سكوات 3 2 1 جو شباب. اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اجل بول. هسه راح ناخذ تمرين بوش اب شناو على الركبه. شابني شباب جاهزين؟ اب انزل وياي. اب 2 3
قد ما نقدر نبسط التمرين. كل تمرين راح يكون عندنا 10 ريبس 10 ثواني جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نختم تمرين السيت اب يا شباب. كل تمرين راح ناخذه مدة 30 ثانية إلى 20 ثانية. قوم نزل شباب. 1 نزل 2 3 4 5 6 7 8. طلعت فوق شباب ونختمها بتمارين الاستطالة من أجل تجنب الإصابات. اسحب يدي لي فوق اسحب الكوع انزل المس القدم نتمنى اليوم خدمناكم تمارين جديده. نلتقيكم بفقرات رياضيه جديده. نرجع لكم شكرا جزيلا كابتن عبد الله. مشاهدينا نتمنى الحلقه نالت اعجابكم. وصلنا وياكم الى ختام صباحكم لهذا اليوم وراح نترككم اكيد برفقه بقيه برامج اليو تي في. والختام مع بلال. مع السلامه.